السلام عليكم اخوان. اليوم احنا انا وخويا يونس غادي نستكشفوا واحد النار، واحد الواد، ونمشيو نصيدو فواكه. فواكه النار، المهم اللي كان اي حاجه كما كانت. سكري مشيو نشدوها، المهم نشوفوا الطريقه باش غنطيبوه هذيك. ونتمنوا تستمتعوا معنا في هذا الفيديو هذا. المهم الجميله جايبين خاويه. المهم احنا غنمشيو ونشوفوا شنو نلقاو حنا وزهرنا. يا حنش يا زرعنا داكشي اللي لقينا غادي اللي كان غادي يدوس في العافيه. واه حنا راه حنا قربنا شي شويه، مابقاش بزاف، واحد 2 كيلومتر تقريبا غادي نوصلوا. واني الطريق شويه مدبا. تما دخل عرفت حتى منين شاد. علاش شعلتها هنا؟ الريح جاي من هنا، الريح يجي من هنا، نشعلوها من هنايا. خليت لها هادي، مقلتش ندير لها حجر لاما باش الريح يلقى منين يدوز. مزيان
الوليمه وجدت. مزيانة رواحة فيها شي. شوف فيهم شي، شوف هاد الغدر. هذه هي الحصيلة الحسنية، ما كاينش شي حصيلة كبيرة.